كل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال نعود ونقول لكم كل عام حيين ان شاء الله بالف الف خير. بحذا في البلاتو مدام زينب رقيقه بدري صاحبه بيان سور سنتر دي ستيك اللي تعرفوه الكل اللي هو زينب بيوتي سنتر. مرحبا بك زينب. شنو احوالك؟ صافا من العام العام انت كيفاش؟ شنو احوالك؟ اللي ان شاء الله تو باش تشوفوني اكثر ان شاء الله يا ربي ان شاء الحمد الله الحمد لله. شنو احوالك؟ شنو احوال الخدمه؟ كيف تعدى عليك 2021؟ الحمد لله 2021 تعدى به الحمد لله مقارنه ب 2020 دونك نقولوا الحمد لله وان شاء الله 2022 يكون خير باذن الله. منولة منال بيان سور نوتر منال استخو مرحبا بك. مرحبا بفطومه. ان شاء الله عامك مبروك. ان شاء الله عامك انت زينوبه زيدا مبروك. ان شاء الله بالخير وان شاء الله بالرزق وبالصحه يا سيدي. امين يا ربي. امين يا ربي. دونك عندنا برشا حاجات جديده مع الابراج 2022 باذن الله السميع العليم. ان شاء الله من السنوات المميزه السناء بقدره ربي باذن الله. دونك احنا باش نحكيو بعد شويه ابراج اما خلينا نطويكا بالقمر الصناعي وحاجه كيما ما نقول مش سكايب وذا. دونك معانا مدام زينب البرقاوي سيده الاعمال والخبيره في كل ما هو مفروشات وستائر اللي منين نتكلم فينا من لبنان. يدورش نقول زينوبه صار لك مدي بحكيكي. شنو احوالك زينوبه؟ يا حليل. ايش يا حليل في ملالي؟ شنو احوالك؟ وحشتكم. شو لبنان كانت الدنيا بارده بارده الثلج ما فماش. توا هبط اللومي توا حاليا في توغو. توا نكلم فيكم من توغو باش نعدي راس العام في توغو. تصور من البرد الشتاء للسخانه. صح عليك يا زينوبه. وانا نغنيك باللبناني ماشي في بالي في لبنان هذاك علاش؟ هي هذاك هو عاد فاتك النوال فاتك النوال عاد النوال. مشينا للطبيعه مشينا للالوان الزاهيه مشينا توسكي بواتيك مشينا توسكي بامبو منظر كبير حال طبيعه حلوه برشا كله متاخد من لا ناتور. راهو جايتكم بديكور كبير 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 متاخد من لبنان ومتاخد من توغو من لومي. زينوبه ماذا بينا نستغلوا انه فما شويه كونيكسيون نسمعوك بالكدا. نحبك تهني جمهور برنامج الماتينال وجمهورك بيان سور بمناسبه العام الجديد. ان شاء الله يكون كله خير للناس الكل. نهني اللي خدمت معاهم الكل في الماتينال نقول لهم ان شاء الله عامهم مبروك ان شاء الله يعود عليهم بالنجاح ان شاء الله ديما متالقين كيما عرفتهم وازيد من اللي عرفتهم. نسلم على جمهور الماتينال نسلم على اللي فان متاعي من جزائر لألمانيا ليبيا لفرنسا لبنان. نسلم على الشعوب الكل وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. جايتكم بديكور جديد بافكار جديده فيها برشا الوان زاهيه فيها برشا افكار اللي متاخذه من الطبيعه. ان شاء الله نجيب لكم هالنموذج من لبنان ومن لومي من توغو ونحطوه في بلادنا ونشوفوا شنو اللي نجموا نخرجوا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونقول لكم عامكم مبروك وعامكم سعيد ان شاء الله مليء بالنجاح وبالافراح. وانت ان شاء الله ديما فرحانه يا زينوبه. يعيشك يا روحي خليك يسونك. توحشتكم برشا برشا وتوحشت لي فان متاعي ويسالوا عليا اقول لهم راني راجعه الماتينال بوزون فيت با. يعيشك يا زينوبه ميرسي بوكو. ان شاء الله كل عام حيه بالف خير وان شاء الله كما قلت لها ان شاء الله ديما فرحانه. وزينوبه ياسر نحبها خاطر تحب الدنيا برشا تحب الحياه وراكم تشوف الالوان والدنيا بارك الله. خمسه وخميس زينوبه. الوغ نرجع مع زينوبه رقيقه بدري اللي هي زاده تحب الحياه وتحب الدنيا وتحبنا زاده جميلات. صحيت تحبنا كنا جميلات كل مزيانات الحمد لله. الوغ بون باش نعمل تذكير اون بريف اي لي بريستاسيون اللي عندنا في الكابيني. دونك سي ان كابيني دو ديرمو بيغمونتاسيون اللي هو يعني التعريف نتاع الكلمه اللي هو المكياج بيرمانون بما فيه الحواجب الميكرو بليدينغ اللي هو توا اون فوغ معروف ما عادش يلزمنا نفسرو حتى توا الناس يقولوا اللي هو الميكرو بليدينغ. عندنا زاد البيبي ليبس ولا الغوج اليف بيرمانون بيبي ليبس. دونك ويستعملوها كي البيبي ليبس فما ناس يجي يعمل نقولوا احنا كونتورينغ ولا كونتور يعملوا بون احنا شوف هو علاش نستعملوا الغوج اليف بيرمانون. انا نحب نستعمل التيرم هذايا خاطر هو اصح. دونك فما اللي عندها شفايفها زرق ناتورالمون من عند ربي شفايفها زرق
دونك نعملوا لهم نوتراليزاسيون يعطيونا ان تري بون ريزولتا. ومن بعد لا دوزيام سيونس خاطر لازمنا نعملوا مينيموم دو سيونس. دونك لا دوزيام سيونس نعملوا لا بروميير سيونس نوتراليزاسيون، لا دوزيام سيونس نعطيو الكولور بور لي ليف، نجمو نمشيو حتى ثوازيام سيونس. باهي هذه حاجه بالنسبه كي تبدا فيموز، دونك تكون الخدمه مختلفه، نعملوا نوتراليزاسيون وانكور معناتها يكونوا الحصص اكثر. تتحصل بهم على ريزولتا مزيان برشا، معناتها تبدل اللوك كاريمون، معناتها تولي عندها ان روج اليف بيرمانون اللي هي ما عادش تتقلق بالزروقيه ولا اوبليجي ديما تعمل روج اليف. هذه حاجه. عندنا زاد الايلاينر، عندنا الايلاينر بيرمانون ديب لاينر نعملو جوست وين فما شوافر اكاهو، والا نعملوه كامل معناتها ايلاينر كامل، ترقد وتقوم تدوش تخرج تعوم ديما ديما مزيانه. اي ديما عندنا المكياج تاعنا. هذه يا زينب ما حكيناش عليه قبل. اللي حكينا عليه فاطمة بون، علاش انا قلت لك تو تذكير، اما الميثود تختلف معناتها ولات عندنا معناتها جوست حد الشوافر جوست انتنسيتي بور لي سيل، والا ايلاينر كامل معناتها حسب الشوا نتاع المراه شنو تحب تعمل. هي توا هاو نشوفوا في الميكرو بليدينغ نشوفوا الافي نتاعو الحواجب اللي هنا نحكيو اللي حكينا عليهم على الحواجب. دونك هذا عندنا الغيوسمون دي سيل. اي الغيوسمون دي سيل زاد كيف كيف معناتها بعد السيونس لي سيل يبداو الفوق يتصبغوا يغمقوا يولي تولي كاني عامله يا اما سيلا سيل والا ماسكارا بيرمانون. ديجا يدوم حكايه ثلاثة اشهر. هذه من لي بريستاسيون اللي يعجبوني برشا وناجحين برشا. هذه دي تاتواج زاد عندنا دي تاتواج مالوغوزمون فما شكون يمشي ويعملوا دي بريستاسيون اللي هما غاتي. دونك احنا تجينا باش تعمل دي تاتواج، اي دي تاتواج نعملوا اكستراكسيون تاع البرودوي اللي هو في وسط البو. زاد عندنا تريتمون دو لابو، عندنا دي سوان للبو للي تاش برون، عندنا للراجونيسمون دو لابو، عندنا برشا حاجات تخص دي زاكني لي سيكاتريس ديجا احنا حكينا عليهم قبل وفيهم دي ريزولتا مزيانين برشا. وخدموا بالكدا وخدموا بالكدا كسوسوا في الكور والا في ولا في الفيزاج معناتها لي سيكاتريس بانواعها. وعندك زاد الفون دو تان يظهر لي بيبي والله احنا معناتها انا بيرسونيلمون نمشي نقول للعلاج اكثر منه الكاموفلاج، خاطر ديما الفون دو تان نعتبروه كاموفلاج. عندنا دي تريتمون، عندنا دي سوان اللي هما يعملوا ان سوان بالحق معناتها تريتمون للمشكل في حد ذاته خير من اللي نعملوه كاموفلاج. بالنسبه ليا انا جو بريفير مثلا نخدموا ميكرو نيدلينغ بانواعه اللي فيه بالحق دي ريزولتا سبيكتاكولير خير من اللي نعملوا كاموفلاج. فهمتك. السيكاتريس زاد قلنا اللي هو اي واحد عنده جرح ولا حاجه زاد تنجم. اي خدمنا لي سيكاتريس كسوا دي بغولور ولا دي سيكاتريس ولا بانواعهم ولا سيكاتريس دي زاكني زاد في الوجه. فهمت. نعملوا لهم تريتمون. ونفكر زاد فما حاجات اخرين زينب، مش هذا كاو تبارك الله، فما برشا حاجات اخرين. ما هو انا توا مركزه على الحاجات اللي هما اكثر معناتها اللي هما ماشيين اكثر اللي هو الروج اليف بيرمانون، لو ميكرو بليدينغ، تو سكي ماكياج بيرمانون اللي هو مطلوب اكثر، معناتها اعرف لي ما عادش نلقى وقت لحاجه اخرى. تبارك الله. اي تبارك الله. وتوا الناس اللي تجيك مدام فما حاجات ما نعرفش ياخذوا دي رونديفو اللي قبل ما يجوك ياخذوا بيان سور. احنا عندنا الانستغرام بون براتيكمون كل يوم فما دي ستوري نتاع الخدمه معناتها ديما فيهم تذكير، ديما نشوفوا لي نوفوتي شنو فما جديد لي ريزولتا ديما عندنا لافون ولابخي. دونك على الانستغرام زينب بيوتي سنتر ينجموا يدخلوا يعملوا فولو ويكملوا يتبعونا، والا زاد بالتليفون ياخذوا دي رونديفو نتاعهم باش يمشيو. اي اكزاكتومون. والاسعار بيان سور نقولوا زين البيوتي سنتر نلقاو ديما الاسعار في المتناول بالحق معناها مش في المتناول مع الكاليتي معناتها احنا كي نحكيو نحكيو على حاجه دو فالور معناتها معناتها اللي جايه تضمن الريزولتا كيما نشوفوا في حتى في الحواجب معناتها بالنسبه لي كولور في الميكرو بليدينغ نخدم بان بيغمون اللي هو احسن ما فما معناتها. دونك في لي كولور حسب لون البشره حسب لون الحوايج بالشعره بيدها يعني اللي جايه مش تضمن الريزولتا نتاعها ومعناتها باش تلقى والسوم زاده في المتناول. الحمد لله. الحمد لله. وين موجودين مدام؟ احنا في النصر، في النصر 2
بون لي ديتاي نتاع الواحد نعطيهم في التليفون. اي تليفون. تليفون اللي هو 53 657 675. الباج انستغرام تبعونا سيرتو على انستغرام زينب بيوتي سنتر. وزاد كيف كيف حتى في الباج فيسبوك. بون انا الباج فيسبوك كبيره دونك نطلعوا شويه في الانستغرام. وي اما نحبك زاد تقولي لنا فما حاجه سوربريز مدام زينب عملتها اللي هي فما جو كونكور. جو كونكور بالنسبه للانستغرام باش نربحوا زوز ميكرو بليدينغ دو ميكرو نيدلينغ ان بيبي ليبس ودو ريوسمون ديسيل. برك الله صباح الخير. عندنا باك كبير نحب الربح لو ماكسيموم ما نحبش يكون الربح معناتها جوست كونسونتري في واحد ولا اثنين دونك ها عندنا ما شاء الله سبعه وي ست بيرسون. شنو الشروط؟ دونك انا باش نهبط التصويره يلقاوها في الانستغرام يعملوا فولو للانستغرام ويعمل يحطوا جيم على التصويره ويتاجيو ثلاثه من ليزامي نتاعهم باش يفولويو الانستغرام. فهمت. دونك التيراج ان شاء الله في الحصه الجايه نعملوا تيراج وسور نتاع نتاع شكون باش يربحوا باذن الله. زينب زاده ذولي فما دي باك عملتهم فما دي فورفي دي باك كي يبداو اي كي تختار الكليون شنو تحب تعمل. تحب تعمل باك اللي فيه مثلا ميكرو بليدينغ روج اليف وبيبي ليبس عندها 20% على الباك كامل. هي هذا اللي ما اكثرش من هكا دليل عندها مناسبة زينب. وي ان شاء الله كل عام حيين بخير وانت زيد زينوبة. نحب نعايد على عائلتي راجلي اولادي امي خواتي عائله راجلي زاد كيف كيف ان شاء الله كل عام حيين بخير انتم يعيش جماعه الماتينال يعيش وان شاء الله الناس الكل يكونوا بخير في 2022 باذن الله. خليك بحذانا زينوبة نمشوا بحذا الشفة حياة. ميرسي فاطمه. انا كما تشوفوا هوني القرنيطه قلت لكم كسكستها معناها نحطها في شقاله كبيره معون كبير والا كان في حوض كبير ونجي بعد لننظفها نحي لها كرشها وسخه نجي نحط نبدا ندور فيها كاني نعمل في الكسكسي نبدا ندور فيها حتى لين اكل لي فونتوز نتاعها اللي يقولوا لي تونتاكول نتاعها يوليو الكلهم على برا معناها يتقلبوا يكونوا غارقين يوليو الكلهم منفجين وخارجين على برا وكعبه القرنيط بيدها هي بيدها نقولوا تتقلب احنا نسميوها بالتيرم تكنيك تتقلب معناها الصوابع نتاعها تكون مثنيه اللوطه تولي كلهم مهزوزين الفوق بالقفاء كما تراو فيها هكا ان كي تهزوا صوابعها بالصفه هذيك معناها راهي تكسكست ويولي ما عادش خارج منها اك الرغوه نتاع القرنيط خاطر تعمل برشا رغوه والرغوة هذيك هي اللي تنحي لها التراب لي تونتاكول يتحلوا كلها تسيب بعضها وهذيك اللي تنحي لها الرمل اللي كانت عايشه فيه نتاع البحر وما تحطولهاش ملح في التكسكيس على خاطر تملاح وحنا نعرفوا اللي قرنيط يعيش في الماء المالح انا ما نحط لها حتى غرام ملح جوست نغسلها ونكسكسها وننظفها برشا مراتنا معناها نشللها بالماء نظيف برشا مرات ومن بعد نحطها في طنجره والا في كوكوت انا المره هذه عملتها في الكوكوت او ام اس بلاش ماء لحتى شيء ما نحط لها معاها جوست نحطها كيما هي ماهيش مقصوصه كعبه كامله ونجي ونسكر عليها الكوكوت ونحط النار متاعي متوسطه ونحطها مده نص ساعه بعد نص ساعه نطفي نخلي حتى الكوكوت يوفى البخار منها ومن بعد نحلها نلقى القرنيطه متاعي طابت هبات معناها جوست سكيفو في تعمل سلطه ولا تعمل بها اللي تحب اذا كان باش تطيبوا بالماء متاعها الماء اللي تسيبوا هي هذاك تنجموا طيبوا به شوربه ولا مقرونه ولا اي حاجه راهو ماها نظيف ويطيب وبنين برشا. هنايا قصيت القرنيط نتاعي نجي نحط شويه بصل فريشك ماذا بيا ماك الاخضر المقصوص جويد ولا نخلط منه ومنه بصل فريشك بنين برشا في سلطه القرنيط نحط شويه معدنوس مقصوص جويد كيف كيف نجي نحط شويه كلافس مش برشا الكلافس نعرفوا يعطي نكهه بنينه ياسر في السلايط هذوما نتاعنا الوغ نحط طماطم فريشكه طوماط سوغيز معاه هو نحط شويه قرص انا سلطه القرنيط تحب برشا القرص فريمون من الحاجات اللي تحبذهم هو مطعم نكهه القرص انا عصرت
القرص بالمسبق، نجي عندي جبن مرياح، يقولوا معناها الحاجات تخرج من البحر ما تحبش الجبن، سي با فغي، احنا عندنا روسيتات نطيبوهم بالجبن وبالكريمه وبالبرشا حاجات، ما معناها المعلومه ماهيش صحيحه، اللي خارج من البحر ما يتاكلش معاه جبن، راهو يتاكل ما فما حتى مشكل. هوني عندي موتزاريلا سوغيز قسيت الكعبه في اربعه باش تبدا في الكبر نتاع القرنيطه. انا تو تشوفوا السلطه نتاع هذيا فريمون مزيانه نتاع راس عام، كوسوسوا باللون نتاعها والا بالنكهه نتاعها حاجه بنينه برشا. هوني عندي فيمي مرياح، نجي ونحطو فوق منها، عندي طن الموجة الزيت زيتونه نكمل نحفلها بها، وانا سلطتي حضرت في وقت قياسي وحاجه بنينه، وتنجموا تحضروها حتى بالمسابقة نشوفوا الطن الموجة زيت زيتونه. اولا نفوح بالزيت اون بلوس الطن نتاعي نكمل نفوح به فوق السلطه، هذوما نخلطهم مع بعضهم، خلي شويه طن باش نزين به، هذوما نخلطها مع بعضها، ما نحط لهاش ملح، ما نحط حتى شيء الا شويه القارص، وانا متاكده اللي نلقى ملح باهي راهو مش فايده في حتى الملح، راهو تجي قد قد مع التن مع الجبونات تجي سلطه مزيانه كيما تشوفوا فيها. انا نرجع لك كلمه فاطمه ومن بعد تشوفوا طاولتنا كيفاش حضرت. ميرسي، يعطيك الصحه شيف تحيه، قاعدين نشوشوا احنا قاعدين مرلين مدام زين ناخذوا في الرونديوات باش تعرفوا الحكايه كلها مكياج ماهيش الحقيقه. خلينا نشوفوا تويكا يغمى للناس اللي تحب تكون جميله مع مدام زينب، مدام زينب رقيقه بدري زاد تكون انيقه مع يغمى اللي هي ستايل وي تراست، وين تلقاهم؟ تلقاهم في نابل، تلقاهم في الحمامات، تلقاهم في سكره، تلقاهم في صفيق، زاد تلقاهم في سوسه اتش دي جديده عندهم بوان فونت اللي هي موجوده في سكره، تلقاو عندهم حوايج كبار وحوايج صغيرات نساء ورجال كيما تشوفوا في التصور. حاجات مزيانه بصراحه، انا ما عنديش ياسر في كيف التعليق على حوايج، ديما نقول اللبسه تلقاها متناسقه والكاليتي تكون باهيه والاسوام تراعي جيب التونسي، ما نتصورش حد ما يمشيش وما ياخذش وما يشريش. دونك امشيو لاغما، اتصلوا بهم على الباج فيسبوك نتاعهم والانستغرام اغما، والا حتى نجموا تختاروا لي زارتيكل يوصلوكم وانتم موجودين على كامل تراب الجمهوريه. اوي اغما تعمل ليفريزون. نشوفوا سبوت ومن بعد نرجعوا نحكيوا ابراج. I'm nature. I'm free. I'm special. I'm unique. I'm Huma. وقيت نحكيو ابراج مع منال استخون. نعطيك الكلمه منال. مرحبا، يعيشك ان شاء الله كل عام مره اخرى وانتم حيين بالف خير. نبداو ببرج الحمل البرج الوديع. العام هذا باش يكون من احسن الاعوام اللي باش تمر بيه، خاصه انه عندهم زياره مهمه برشا من كوكب المشتري اللي هو عنده تقريبا 12 سنه ما زارش برج الحمل، اللي باش يدخلوا من اول العام ويخرج من برجه ومن بعد يعاود يدخل في حركة تقدمية. والتغيير اللي يستنيو فيه من مدة كبيرة في طريقهم في طريقه ليهم بإذن الله، على خاطر مرة كل 12 سنة يوصل المشتري لبرجهم، بما معناه الفلوس باش تدخل لهم بإذن الله. اللي تعبين في صحتهم عندهم بشارة انه صحتهم باش تكون بخير الحمد لله، واللي يستناو في امور مالية وعقارية وحاجات متاع خدمة ويعني فما ترقيات فما فلوس فما دي كونترا فما برشا صفر زيادة ان شاء الله يا ربي العام هذا على برج الحمل يكون عام مزيان وعام تحفون وعام مليان برشا خير وبرشا سرور. هاي البرشا. بإذن الله. الحمل
بهذا الحمل. لكن يا فاطمه ما بين شهر اي لكن 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 يا فاطمه بين شهر مارس واخر ماي بالنسبه للمرتبطين واللي هما علاقتهم مهتزه شويه يعني فما شويه مشاكل ما همش متصالحين ما عادش متفاهمين مكتوب ربي فما قرار بانفصال لكن باش يكون قرار من غير ما يزور موسى اي باش يكون قرار انفصال ايجابي سيغتو اللي عندهم صغيرات يعني حتى كان باش ينفصلوا والكل باش يقعدوا حبيبات وصحاب فهمتك ان شاء الله عام مبروك وكها ان شاء الله نمروا البرج الثور الترابي البرج الحنين كوكب اورانيوس للاسف مازال في برجكم العام هذا ومازال باش يتعبكم جوست شويه اكهو لكن هذا ما يمنعش انه باش تكون من الابراج المحظوظه في 2022 عام الحب وعام الارتباط خاصه من شهر مارس باش تدخل في علاقه حب جديده وتوفى بالزواج في شهر سبتمبر عندكم اصفر لاحد الابناء للدراسه او للعمل بالخارج اللي ناوي باش يسافروا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نحكيوا عصفر اللي ناويين باش يسافروا اللي ناويين على صغيراتهم اللي باش يخدم لبرا ويستقر وبيان اللي باش يقرا لبرا العام هذا باش يكون عام النجاح والتوفيق باذن الله. بالنسبه لرجال الاعمال زيد عندهم برشا صفر ومشاريع جديده لكن حذاري من شهر جانفي وفيفري يا رجال الاعمال خاطر فيه كشف الاسرار مهنيه بحته اعرف كيفاش تختار اصحابك وشكون تامل له على اسرارك. فهمتك بي. هذا برج الثور هذا برج الثور. نتعداو للجوزاء الهوائي. الجوزاء سنة الرزق بإذن الله العام هذا عندهم فيه الرزق وعندهم فيه الخير وكوكب المشتري هو اللي باش يجيب لك الحظ قدرة ربي يزيكم من عام 2021 اللي جاكم فيه كوكب زحل وعمل لكم برشا معاكسات خاطر زحل معروف من نولو يعمل معاكسات في الفلوس وفي لي غولاسيون تاع الحب وفي العلاقات حتى العاديه مع العباد. دونك الجوزاء يضطرب بحكم انه هو برج هوائي يولي ما عادش فاهم هو روحه مش باش يفهموه العباد نسيك ان الجوزاء بالحق وديما مظلوم فطومه راه اونتر بارونتيز يقولوا عليه اللي هو دوبل فاس واللي هو والله لا خاطرهم صريحين وعلى خاطرهم انا جوزاء بس انا عقرب دونك صعيب يكون عندي جوزاء في حياتي ما عندكش تكون جوزاء فطومه جمله ميسي خاطر كيما فما برشا مواليد برج الجوزاء باش يمسكوا مناصب السناء باش يحصلوا على مناصب اي سنه مصيريه للجوزاء فما تسديد ديون باذن الله فما ربح قضايا قديمه عالقه بقدرة ربي كيما عندهم ورقة عندهم أربع سنين يستناو فيها بالصبر مساكن ورقة نجم تكون تاع كونترا ينجم يكون حد قرض حاجة قرض كيما حد ينجم يكون مساكن متعطل على باسبور ومتعطل على ورقة متاع دار باش يسكن فيها على حاجة باش تجيهم بإذن الله وبالربح وبالخير وبالبشارة. فما شكون يا جوزاء بالنسبة للحب من الماضي باش يرجع صدفة وإمكانية إنك تاخذ قرار ارتباط رسمي ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالهنا وبالخير وبالسعاده وبالتوفيق للجوزاء خاطر الجوزاء حبوا بين برشا ان شاء الله جوزين بكري الدفع عليهم لا والله لا انا برج هوائي صحيحه مش جوزاء انا فيرسو بيه باهين الفيرسو الفيرسو فيرسو كيف 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 الجوزاء ساعات مضطربين ساعات ما يفهمونيش هذيك طبيعه الابراج الهوائيه لا غالب فطوم شنو نعمل والله هكاها تو نتعداو لبرج السرطان البرج المائي والبرج العائلي خاطر السرطان من الابراج سختو الابراج المائيه معروفين ياسر يحبوا عائلاتهم ويحبوا صغيراتهم الابراج الكل يحبوا عائلاتهم لكن فما اللي اكثر اكثر بزياده 2022 باذن الله باش تكون خير برشا من 2021 نجموا نسموها سنه المكافئات انه ربي سبحانه باش يكافئهم مع التعب نتاعهم اللي تعديوا به في العامين اللي فاتوا دخول في مشاريع مع اشخاص او مؤسسات جديده اول اربع شهور هايلين برشا على الصعيد المالي باش تعملوا اسم في المجال اللي تخدموا فيه هذا غير الصفر اللي بقدرة ربي باش يتحل فوجوهم. انت تعبت يا كونسير في 2019 و2020 و2021 لكن 2022 سنة الانفراجات والرزق خاصة في اخر شهرين في العام اللي هما نوفمبر وديسمبر باش يكونوا من انجح الاشهر تحقق فيهم امنية قديمة تستنى فيها يا سرطان تجيك في وقت انت مش عامل له حتى حساب خاطر انا نبدا نحكي في الكوليس شيما الفهمنا سرطان اي شيما تحس باش تتلنصي ان شاء الله ان شاء الله باش تبكي من الفرحه شيما ان شاء الله
بيشو توا نمروا البرج الاسد. البرج الأسد. الطيب والبرج الذكي والبرج الحنين والبرج اللي كي يبدا عنده فلوس راهو ما يشد على حتى حد، وكان ما عندوش الله غالب ليكم وليه ربي. صحيح. اليوم العام هذا 2021 كوكب زحل كان عامل لكم في 2021 كوكب زحل كان عامل لهم برشا معاكسات خاصه في الفلوس وفي الحب. بما معناه حتى كان مش يدخل فلوس اليوم راهي باش تخرج في وقتها، ربي سبحانه باش يجعل له سبب باش يخرجهم في صغير في قرض في فلوس في حاجه في تصليح حتى كهرباء يا خويا حتى انبوبه يبدا عنده دينار يمشي يشري انبوبه تطرشق انبوبه يمشي يشري انبوبه. وفي الحب بما معناه يكون ياسر مضطرب يعمل له زحل ياسر اضطرابات في الحب، دونك ما عادش باش يولي فما توافق ما بينه وبين الشريك. شويه هلوسه شويه غيره جالوزي ما نعرفش شنو فهمت. اما لاباس المشتري باش يساندوا العام هذا بقدره ربي في بيت المال وفي بيت العاطفه. وفما طلوع من عنق الزجاجه الحمد لله بقدره ربي باش يخرجوا هكا 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 من عنق الزجاجه نتاعهم، يعني تزيد الديون على خاطر في الخمس سنين اللي فاتوا تراكمت عليهم برشا الديون اذا بالنسبه لليوم، واللي عندهم قضايا قديمه عالقه زاده في محاكم يشكون عندهم حتى حاجات نتاع شيكات والا قضايا عالقه باش يربحوها وباش تتحل باذن الله. بالنسبه للمتزوجين اللي هما في قطيع فما صلح اون سيباراسيون فما صلح، والعازبي فما امكانيه الزواج باجانب ان شاء الله يا ربي هنيهم ان شاء الله بالمكتوب وان شاء الله بالخير وبالخمي بقدره ربي. تحيه لبرج الاسد. تحيه لبرج الاسد كل عام وانتم ان شاء الله يا ربي. توا نتعداو البرج العذراء البرج الترابي. اي انت العذراء اي زينوبه عذراء مقبله نحكيو في الكواليس وتسهل فيا قلت لها اقعد اصبر باش تسمع ما نحبوش نحرقوا ادخل معايا ادخل معايا 2022 تعدى في المتينة هذا اول نهار اول نهار قدره ربي ايش نقول لك هي معرسه ربي هنيها وربي يعمر عليها وربي يتمم عليها بالخير ان شاء الله. بالنسبه للي مش متزوجين السنه بالنسبه لبرج العذراء بالحق فطومه سيغوزمون عندهم اكبر حدث باش يكون موجود معاهم مساندهم العام هذا هو حدث الزواج. حتى المطلقين بقدره ربي راهم باش يعاودوا يعرسوا الحمد لله، لكن الفارق في الزواج انهم يا باش يعرسوا بناس اكبر منهم في العمر ولا باش يعرسوا بناس اقل منهم في العمر. الفايده في الهناء وراس اختي الفايده في الهناء الفايده في الهناء كيما نجموا نقولوا انها سنه العقود لي كونترا البطل تجي خدمه واللي يخدم تجيه فرصه نتاع خدمه جديده قدرة ربي خارج حدود الوطن أو في نفس الوطن لكن في ولاية أخرى في بلاصة أخرى وإلا خدمة زايدة يعني ولي يخدم خدمة أون باغاليل كو الخدمة اللي هو يخدم فيها باهي إن شاء الله بالخير وإن شاء الله بالرزق وإن شاء الله سنة التوفيق يا عذراء. آمين قدرة ربي. آمين توا نتعداو للميزان الهوائي اللي كيفو كيف الجوزاء واللي كيفو كيف الدلو كيما قلنا قبل شويه انهم الابراج الهوائيه مقربعين الله غالب ليهم ربي مساكن. سنه التطور ما نجم نقول على برج الميزان كان راهي سنه التطور باذن الله خاصه في الخدمه سنه النجاح والايجابيه وسنه الصفقات المهنيه بارك الله اي وسنه الصفقات المهنيه ربي هنيك يا ربي وربي يوفقه ان شاء الله. اي سنه الصفقات المهنيه فطومه بما معناه اللي زرعوه في 2021 بقدره ربي السميع العليم باش يحصدوه في 22 وكيف كيف باش يحصدوا اكثر واكثر في 23 على خاطر زرعوا وباش يحصدوا وباش يكملوا يحصدوا بقدره ربي. وفما برشا عندهم تطور في حياتهم اللي باش يبدلوا اللوك واللي باش يعملوا سبور واللي باش يبدلوا الموبل وفما اللي باش يبدل كهرباء جديده المراه ليه 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 سختو المراه رد بالك تبدلها بالاخص كي تكون برج العقرب راهو سختوك تكون برج العقرب ليه صحيح. عندهم كسب باش يجيهم بسهوله تتفرهدوا ماديا باذن الله خاصه بعد 10 سنين معاناه فطومه بالحق راهو صار لهم 10 سنين الميزان مساكن صار لهم برشا انتكاسات سختو في الفلوس حتى في لي كونترا مساكن ريت حتى كي صح كونترا تجي في دقيقه الاخرانيه يا تبطل يا يصير تعطيل يا يتفاهم على مونطون بعد يطلع له مونطون اخر نتاع يا ربي شنو هذا فهمت لاباس بقدره ربي. فرصه زواج خاصه المواليد شهر سبتمبر اول اكتوبر اللي مولودين في شهر سبتمبر وفي اول اكتوبر لا لا لاباس سبتمبر
كيما فما شكون باش يتحروا من ارتباط تعبهم برشا. فما عندهم تحرر باذن الله. يعني سي بون باب وباش يسكروا. انا سي بون قدرة ربي. لاباس. ان شاء الله سنة الخير يا ربي يا ميزان، وان شاء الله سنة التفاؤل وسنة التطور والنجاح باذن الله. توا باش نتعداو البرج العقرب. العقرب المائي، العقرب الطيب اللي هو عمره ما كان اسمع على مسمى راهو العقرب. والله عمره ما كان اسمع على مسمى راهو بالحق، مش خاطر فاطمة قدامي لا، لكن العقرب من العباد اللي ياسر مسالمين، الناس اللي ياسر دافين، الناس ولكن. اللي بالحق ياسر محليهم والله العظيم. بالحق. والله بالحق، والله مساكن مظلومين، والله فاطمه راهو بالحق. ولكن معناه هو ما يقربش، اما اذا حد يتعدى عليه ياخذ شو الناس الكل راهو مش عقربك هاو. الناس الكل، كل واحد شيطانه في مكتوب يا اخوي، لا تضرني لا نضرك، لكن العقرب بالحق راهم مسالمين ومن الناس اللي صحيتك ومن الناس اللي بالحق يمشيوا برشا بنيتهم مع العباد، هذاك علاش ديما ربي ينصرهم. والله يا فاطمه بالحق، والله ديما ربي ينصرهم. الحمد لله من مكر المكيرين. الحمد لله. به عام حلو في تطورات فلكيه، المشتري باش يعاونك برشا، الحلقه ضيق ديما، شيكات ما خلصتش، عقار باش تسترجع قدره ربي، كيما عندك اعداء من الماضي باش يكلموك وباش يحبوا يرجعوا لك يا عقرب، احباء ولا اعداء. اعداء ويطلبوا السماح في 2022 ويعترفوا بالغلط نتاعهم. يعني ناس ظلمتك اسارتان بيريود، ناس قالوا فيك كلام ماهوش فيك، ناس ما نعرفش جرحوك وجعوك، انت ما كفيتهمش، اكتفيت بالسكات. ربي سبحانه باش ينصرك، باش تكتشف الحقيقه نتاعهم، باش يظهر الحق، وربي باش ينصرك عليهم، باش يرجعوا وباش يعتذروا ويطلبوا سماح. اما الفايده وانت بتبيعها طيوب يا عقرب وباش تسامح. سامحهم راك باش تسامح بالحق. بالحق العقرب راهم مسامحين. والله يا فاطمه مسامحين. شو اوكي يسامح ما يجبد روحه، ما عادش يحتك بهم، لكن يجبد روحه سي بون. حتى كان في وقتها راهو باقي ديما يسامح. هذاك علاش فما سناء كشف اسرار مهنيه. حكيم هذا. كشف اسرار مهنيه. اي فما كشف اسرار مهنيه لكن لصالحك. الحمد لله. مش ضدك. الحمد لله. ان شاء الله بالخير. فما هديه ومفاجات ذات قيمه بقدره ربي يحطها لك ربي في طريقك، ويمكن يكون زواج. أكا عرفتك من البرج اللي قبل. تعودوا تعرسوا فكرة والله. يمكن يكون زواج للي مش متزوجي. خلينا نكملوا عاد تحتي بعد. للي مش متزوجي كيما المتزوجين ينجم يكون كادو دو فالور، ينجم الرويج اللي يجيب لك كريهبه، ينجم يكتب لك نص الدار باسمك. ما تعرفش على قدر ربي، فتحصيل الحاصل بقدره ربي. شويه شويه لكن شويه معاكسات بالنسبه للمواليد اول اسبوع في شهر نوفمبر، سيختو في الخدمه. ردوا بالكم فما كسوف يوم 25 اكتوبر، ربي قدر الخير. قدر باذن الله. يعني تردوا بالكم لا تاخذوا قرارات ولا ديسيزيون في خدمتكم تنجموا بعد اكتوبر نوفمبر عليها. فهمت. سختو هاني قلت لك فما خسوف باش يصير يوم 25 اكتوبر. دونك يتحضروا له ريت من ابارتيغ من 23 اكتوبر يتحضروا يردوا بالهم. بالحق فاطمه والله احنا ساعات ريت نضحكوا عليهم حاجات كيما هكايا. هو اوكي ما يعلم بالغيب كي ربي سبحانه. لكن نحتاطوا امور علميه ونحتاطوا شويه. توا باش نمروا للقوس الفلاش الناري. القوس اللي هو ستريكت وسيريوز في المواقف، في صاحب كاريزما عنده موقف، صاحب صاحبه القوس، صاحب صاحبه فيدال في في الصحوبيه، في الصحوبيه فيدال، لكن في الحب عاشق شويه. نجم القوس اللي تعبك برشا في 2021، خاصه اللي فقدوا الخدمه نتاعهم، واللي خسروا فلوس، واللي طلقوا، واللي انفصلوا مساكن، واللي خسروا عباد عزيز عليهم في العامين اللي فاتوا. المشتري في برج الحمل الصديق، خاطر الحمل من الابراج الناريه واللي هو اقرب ياسر للقوس من اليوم. بورتون فما برشا يقول لك ليه والله الحمل والاسد يتفاهموا. نو سي با فري، يتفاهموا في الصحبه لكن في الحب وفي الزواج لا. والله لا هي هي. نعرف برشا اليوم وبلي والله مساكن طلقوا الا ما تفاهموش، ولا بداوا غولاسيون مزيانه ومحلاه ومن بعد كل واحد خذا طريقه. علاش؟ خاطر هذاك تيتشو هذاك تيتشو، دونك يصير نوع نتاع اصطدام ويولي سوء تفاهم وما عادش مكتو. يجيكم الحظ من شهر ماي حتى شهر اكتوبر، يكون عندكم انتصار ونجاح باذن الله. واللي مستنين مساكن الحمل انهم يجيهم مولود، يجيهم بيبي، سيختو مواليد برج القوس اللي معرسين وعندهم برشا فطومه، وربي مازال ما رزقهمش باذن الله. عندهم باب الفرج وعندهم الرزق بيبي.
من جانفي فما مصالحات عائليه بالنسبه اللي عندهم خصومات مع العائله، وفما عوده الاشخاص يعيشوا خارج الوطن، يعني نجم يكونوا صحاب انقطعت العلاقه بهم ما عادش يسمعوا عليهم اخبار، فما رجوع وفما عوده. وبالنسبه للعائلات اللي فما سوء تفاهم وفما شويه مشاكل، فما رجوع للمحيط العائلي وفما الهدوء وفما السكينه ما بيناتهم، وربي يبقي الستر على عائلاتنا الكل وعلى ناسنا الكل. عندكم مواضيع نتاع بيوع ولا شراء نتاع عقار، عام حلو فيه برشا نجاحات وبرشا فلوس ان شاء الله وباذن الله. هذا بالنسبه للقوس. توا نتعداو البرج الجدي، البرج الترابي، برج السنة الجدي باش يكون من الابراج المميزه، بما انه المشتري كما قلنا قاعد يدور في برج الحوت، دونك باش يساند الجدي بطريقه بسم الله ما شاء الله مميزه جدا. سنه السلطه والقوه بالنسبه للجدي، كيما عندكم الترقيه المنصب هام ومهم جدا، لكن حذاري يا جدي من منافس شرس كان يقلق فيكم مده 3 سنين هذا في اطار العمل ويعمل لكم في العراقيل، لكن عندك النصر باذن الله، انت صاحب مسؤوليه وناجح وهذا اللي يخليكم يغيروا منك، خاطر بالحق جدي من الناس اللي خدامين ويحبوا خدمتهم، سورتو كي تعطيه مسؤوليه راهو صاحب مسؤوليه جدي. معناها كابابلي باش يشد البوست هذيك وريسبونسابل ويحب يخدم ويحب يزيد يكبر ويزيد يطور من الخدمه وما يحبش يقعد في نفس النيفو اللي هو فيه، دونك باش يصير شويه اصطدام ما بينه وما بين زملاء العمل، باش يولوا يحفروا راه باش يحبوا يطيحوا ما يحبوش يشوفوه ناجح، لكن ربي سبحانه باش ينصروا عليهم. بالنسبه للي عندهم مشاريع وتعبوا من الديون اخر 3 سنين 2022 فما الانفراجات الماليه باذن الله، لكن اكثريه الكسب المالي باش يكون في 2023 كيفو كيف الميزان. فهمت. باذن الله ازرع باش تحصد يا جدي، ازرع 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 تزرع الخير تحصد الخير، حافظوا على صحتكم خاصه الجانب النفسي، خاطر جدي من العباد اللي ديما ستريسي ديما على اعصابه ديما فهمت، ديما يحب يكمل كل شيء فيسع فيسع، يحب حاجته مرتوبه كيما هي فهمت، يحاسب شويه على النفسيه نتاعو وعلى منطقه اسفل الظهر، ردوا بالكم من الاعصاب وحاولوا ما تمشيوش للبسيكياتر خاطر دويت ما تمشيش معاكم يا جدي. ان شاء الله سنه التوفيق وسنه النجاح. توا باش نمر لبرج الدلو. الدلو هذا شكون نعرفوا الدلو؟ عندنا شكون في الكواليس؟ دلو يستنى في الدلو. 2021 كان عام مهتز شويه بالنسبه لمواليد برج الدلو، يعني مره الفوق مره لوطه ما كانش ماشي برشا 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 معاهم. المشتري يدخل لك في البيت الثاني والبيت الثالث، يعني بيت المال والفرص الثمينه. تغيير في المنزل، اللي ناوي باش ينقل من الدويره بقدره ربي عنده دويره جديده، سياره جديده زيد كيف كيف، افتتاح مشروع جديد او الحصول على منصب جديد، خاصه اول 4 شهور باش يكونوا هايلين برشا. حاولوا تستغلوا فرصتكم يا دلو. فما شكون تعب صحيا في العائله باش تعاونوا ماديا، ان شاء الله لاباس. ابغتيغ من شهر ماي حتى شهر اكتوبر يتحل في وجهك باب الصفر باذن الله. سنه الشهره والنجوميه يا دلو، احسن اشهر عندكم هي جوان سبتمبر اكتوبر، اللي ناوي على كونترا، اللي ناوي على سفر، اللي ناوي على زواج، هذوما احسن 3 شهور تنجم تبدا فيهم فرحتك قدرة ربي. توا نمروا لبرج الحوت، البرج المائي والبرج الطيب، والبرج اللي هو بإذن الله من أكثر الأبراج المحظوظة في عام 2022. 2021 ما تاكش كل شيء، بقدرة ربي أنت أكثر حظا 2022، هذا عامك يا حوت، بما أنه كوكب المشتري باش يقعد وباش يتربع في برجك تلت العام من جانفي المائي ومن بعد يرجع لك في أكتوبر. فرصة ثمينة ومهمة وهامة تجيك الأول مرة، خاصة مواليد شهر مارس، فما مشروع جديد تحققوه، عندكم ورقة وإلا حكم باش يكون لصالحكم، واللي يستناو في قرض باش تتحصلوا عليه بأعجوبة، يعني اللي كانوا مقدمين على قرض وكان فما رفض وإلا كان فما برشا تعطيلات قدرة ربي باش ياخذوه. في الخريف فما تحسن ماني ملحوظ وحب جديد يدخل في حياتهم، لكن حذري من العلاقات الثلاثية. يردوا بالهم إنهم يدخلوا في غولاسيون خيانة، يردوا بالهم. إن شاء الله سنة التوفيق وسنة النجاح وسنة الخير بإذن الله السميع المجيب. يعيشك، ميرسي بوكو منال أسترو. غنمشيو بحذا الشفتحي.
ميرسي ومرحبا بكم. انا كيما شفتوا طاولتي حضرت اليوم، اخترت باش نعمل لكم كل شيء من البحر. خذيت عملت مقرونه بالسوبيا، المقرونه نتاعي البلومه ورده، عملتها بالطماطم معجونه وطماطم فرشكه سيكام، وحطيت فيها شويه هريسه جوست، ما فوحتهاش ياسر خاطر المقرونه كي تبدا بولد البحر ما تستحقش ياسر فيه. أنا الحوت المنتوج البحري متاعي المرة هذية من عند فخي افري داي، حاجات ممتازة وفريمون متميزة برشا، عندهم كل من منتج للمستهلك. مقرونتي حضرت وريتكم كيفاش حضرتوها، الطريقة متاع تطيبها. عملت بحذاها سلطة متاع قرنيت، والقرنيت في العادة يبدأ العباد تهرب منه على صعب تطيبه، لكن عطيتكم التكنيك كيفاش طيبوه. فوحته بالطن المجلي بزيت زيتونه، حطيت فيه انواع جبونات خاطر يتمشي وراهم على القرنيت وبنين برشا، قصيت فيه شويه طومات سوغيز وفوحته جوست بالطن نتاعو، وما استحقش ما استحقيتش فيه اخر الا شويه عصره قارص فوق منه معاه. هو وريتكم كيفاش تعملوا الطريقه نتاع الموسو شوكولا، الموسو شوكولا اللي هي بالكريم فريش، كريم فريش ليكيد وشوكولاته، ذوبتها بماغي استنيتها بردت شويه، من بعد على 3 ولا 4 مرات نحط لها الكريم فريش اللي طلعتها، طلعتها جوست بثلاثه مغارف سكر محور في الماكينه الباتور نتاعي سيغ. مشكوره سيغ على الماتيريال اللي تعاون فينا به ومعاونة في الخدمة، كما مشكور OMS. نقول لكم أنا إن شاء الله عامكم مبروك المزودين الكل، وإن شاء الله عام جديد نكونوا فرحانين الكل فيه من كل تراب الجمهورية. نقول لكم بناني الناس كل، إلى اللقاء. ميرسي بوكو شيف فتحية، كل عام وانت حية بألف خير. خلينا نحكيو توا ياسر، اليوم باش نحكيو على ابليكاسيون دو ليفريزون ياسر اكسبريس اللي يتوصل الماكلة في تونس الكبرى، في سوسة، في المنستير وفي صفاقس. والبون نوفيل اللي ياسر اكسبريس لانسيت سيرفيس دو ليفريزون جديد اللي هو يخليك تكمندي قضية الدار وتوصلك وين ما انت موجود. نشوفوا التقرير باش نزيدوا ونفهموا أكثر مع الفيديو. من اليوم ما عادش تحير في قضية الدار، كمندي كل ما يلزمك من تليفونك، وياسير اكسبريس تربحك في الوقت وتوصل لك الكوموند اللي يديك من غير شقا وتعب. تمتع بأحسن الأسوان في تونس على لي برودوي الكل مع دي برومو على طول الجمعة، وهذا الكل يوصلك في أقل من نص ساعة. سيرفيس هذا باش يكون موجود في اللونسمون في البونديون نور، المنزة، المنارات، وعلى قريب في برشا بلايص أخرين. ملا تيليشارجي لابليكاسيون كمندي قضية دارك بسامبل كليك وخلي ليفريزون على ياسير اكسبريس. يعطيهم صحه، ميرسي بوكو الناس الكل، دونك يعطيهم صحه ياسير اكسبريس. نحب قبل ما نرجع بعد الفاصل نحب نشكر سنتر دي ستيك باك ستيج، التقاو في العوينه باش فيسبوك وانستغرام باك ستيج، نجموا التو حتكش لليوم فما دي برومو توصل 50% على اي حاجه تعملها عند باك ستيج في العوينه. كما نشكر زاد سي ان ديم البوتيك اللي تلبس فيه، تقاو في طريق سكره باش فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكره. اليوم انا لابسه من عند اندلس فاشن، تلقاو في بنزرت دونك في قلب بنزرت، باش فيسبوك انستغرام تاعهم اندلس فاشن. كيف نشكر انزو شوز، نلقاو في المنزة سابا بعد سنتر كرام، باش فيسبوك انستغرام انزو شوز، وانزو شوز اوفيسيال بالنسبه للانستغرام. كيف نحب نذكركم اللي هما كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده يفرحوا الكبار والصغار، وعندهم جديد اللي هو لي زاكسيسوار، عندهم بوتيك بحذا انزو شوز نتاع صبابط وكل شيء، فما دي زاكسيسوار ياسر مزيانين، امشي واعملوا طله. ميرسي جمهورنا الكل، ميرسي زاده اللي عملت لنا الجاتو اللي هي باتسوري لويزا، يعطيهم الف صحه، تلقاوها في اريانا كما تلقاوها زاده في بوينت فونت اخرى. لويزا للناس اللي مازالت ما شفتش الجاتو نتاعها نقول لهم ازربوا ازربوا امشوا خذوا من عندهم حاجه بنينه برشا، راكم تشوفوا الكبر زاده محترم والبنه، تنقول لكم بعد الفاصل. We'll be right back.
اوتيل بافضل الاسعار. تقول libertevoyage.com. Avec Liberta Voyage, profitez d'une réduction de 100 dinars sur le programme fin d'année à l'hôtel Palm Beach Palace Tozer pour les séjours de 30 décembre au 1er janvier 2022. بشرى سارة لمعتمرين في تونس وخارجها. ليبرتا تبدع في تكوين برامجها وتتحدى الصعوبات وتجمد الأسعار من جديد. للمزيد من المعلومات libertavoyage.com أو الاتصال على 71 90 56 56. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. طالت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية. خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح، سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين. وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين. ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح، ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر. انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معونة كله ما يرسقش، فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. أحسن ما في السوق يكون باقي العيلة، بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS
الدليل مازال باتري نوكس كوليكسيون 32 بيس او ام اس ب 599 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور. ام اس كوزيني اوترمون. I'm nature. I'm free. I'm special. I'm unique. I'm Huma. تحب تأثث الدار ومازلت حايرة باش تختار؟ عليكم بانتر موبل، أفخم أنواع الأثاث وأحلى تصاميم. دي تندانس تكذب العين ومرات. وبمناسبة عيدها 28 انتر موبل ادللكم بشهر الموبيليا، أسوام هبال وتسهيلات ما تخطرش على البال والتوصيل في الوقت وحتكشد بالدار. مع انتر موبل ديما عندك ما تختار. تلوج على فريشكو لبنان واللي خارجين من أرض الخير، عنا في فري إفريداي الحوت الفريشك من بحره والخضرة والغلة ملمومة من أرضها المسقية والدجاج مفوح بفحات زمنية وتوبلنا مشمسة وملحية وزيت الزيتونة إكسترا بيو من الزيتونة المعمورة والفواكه الجافة والمصبرات من أجود الأنواع. هذا الكل والأسعار ممتازة وتراعي المقدرة الشرائية، خاطر موادنا الكل من منتج للمستهلك. فري إفريداي موجودين في طريق سكرة كيلومتر 2.5 صفيقس. مرحبا بكم وخليه ودبارتكم علينا.